مرحبا يا مزهدي. ها ها اهلين يا ابني اهلين. لك يا ابني بدنا نفوت نشوف البنت. لك ايه ما عم يخلونا؟ معلش عمي هلا وقت دخول الموظفين، بعد شي نص ساعه بفوتوكم. طيب ما بنقدر نفوت بمعيتك؟ ان شاء الله ما تواخذني، بس انا عندي فحص بدي شي 3 ساعات بخلص وبلحقكم. لا تاكل هم عمي، انا رح وصل دكتوره اختصاصيه تدير بالها على بنتكم. كتر خيرك يا ابني، تفضلت يا ابني. ولو يا عمي فضلي على حالي، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك يا حسن. الله يرضى عليك. يلا هانيت. نستنى. هانيت يا رب. نستنى، راح لك كثير صفي القليل. ايه اهلين زعيم. خي، شو عم تعملوا هون؟ معلم نحن مو جايين نتسيران هون. ايوه. ليش مو حاطين عم جوكم ولا؟ هي انت مالك ملتم؟ شبي حالك فيني لك بغل؟ مو هيك قصدنا زعيم. شو بدك انت وياه هلا عطيني الاخير؟ علم بدنا نعمل شي غزوه. طلع الطريق لبرا انت وياه. بس امرق شي طنبر عليه بضاعه بتجي بتخبرني. وبركي ما مرق شي طنبر. شوفوا لا انت وياه. اذا مو عاجبكم الشغل هون ترجعوا لعند ابو ليلى. هو خليه لاقي لكم شغل. ابو ليلى الله يعافيه زعيم لساته بالفرشه. اصلا انا مو كاسر ايدي ورجلي غير محبتي لابو ليلى. لو غير هيك لكنت قلعتكم من زمان. نبر ثلاثة من توياه وطلع لبرا. حاضر زعيم. امرك زعيم. يلا. يا بنتي في مريضة اسمها افتكار جت امبارح. ايه تفضل. شكرا. خير شو بدكم؟ جايين نشوف بنتنا. مين بنتكم؟ افتكار. افتكار. طيب استنوا شوي لحتى اشوف الدكتوره المشرفه على القسم. يلا. شو؟ كيف شايف الأسئلة؟ كأنهم صعبين شوي دكتور. بعده عندك العملي بتعوض فيه إن شاء الله. شو؟ نفذت كلامك وقربت البنت اللي بدنا نعملها خبرة؟ بس إن شاء الله ما يكون غياب البنت له علاقة بصعوبة الأسئلة. على كل ما راح أطلق كمل فحصك. بتمنى لك النجاح. بعرف. تفضلوا على الغرفة رقم 2. كتر خيرك. امي في ايه؟
رفيقي دبريني. شو صاير لها؟ نحن عطيناها إبرة مهدئة رجاء ما حدا يزعجها، ما حدا يجبر على الكلام. إن شاء الله هلا بعد شوي بتصحى. طيب ما قالت لك مين اللي اعتدى عليها؟ لا يا أخي، أنا ما سألتها وما حبيت ضايقها. طيب شو نعمل هلا؟ ولا شيء، ما تضايقوها وما تكتروا عليها الأسئلة بعد ما تصحى. طبعا أمرك أمرك. عن إذنكم. خلص خلص. خلص الوقت دكتور عصمت. تفضل. وإن شاء الله عرفت تجاوب. منقول إن شاء الله. روح على العيادات بعد شوي رح يختبرك الدكتور عثمان بالعملي. شو منحط له صفر بدون ما نعذب حالنا ونقراها؟ لا دكتور لا، شو ورانا؟ خلينا نشوف. انت لقيت الإجابة شي؟ شو هالحكي دكتور؟ معقولة بتتهمني هيك اتهام؟ لك مو معقول، هي أسئلتي بفحص الاختصاص بجامعة باريس، يعني ما بيجاوب عليها غير أخصائي. ليكون كان معه رشيتات وتنقل منها. مستحيل دكتور، أنا ما تزحزحت من فوق راسه. عمى السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. شلونك ابو جدي؟ الحمد لله. طمني شو وضع المحروسه؟ ان شاء الله احسن. ما نقول غير يا رب يا رب دائما يا رب. الله يديمك فيها. الله يسلمك يا رب يخلينا ياكم. استبعدات الله رحمه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. شو يا جماعه؟ ليه ابو النور؟ طمنونا ان شاء الله خير. نقول ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله خير يا رب يا رب. كتر خيركم على اللهفة، كتر خيركم على اللهفة. شفنا احنا شفنا. الله يخلينا ياكم يا رب. وعفو وعفو. الحمد لله. الحمد لله رب ان شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور. هلا فينا نقول دكتور عن جد بقى. الله يسلم لي اياك يا دكتور. ان شاء الله عبال الاختصاص. تفضل تفضل. هذا فضلك. بتعرف كان الدكتور عبد الهادي بده يحملك مادته. لا والله ما بعرف، بس اللي بعرفه انه الاسئله كثير صعبه، يعني ماني اخذها. حط لك اسئله اختصاص وانا مستغربه كيف قدرت تجاوب عليها. لانه انا كنت اسمع كلامك كلمه كلمه، يعني انت بالنهايه لك الفضل. هذا الدكتور عبد الهادي أني ما بطيقه ولا حتى بقدر إقشعه يا زلمي، بتحسه هيك كثير حقودي ولئيم. والله يا أخي مزياد أنا هربت منه من زمان، يعني كنت حاسس أنه ما رح أقدر أكمل معه. أيوة استفهمت عليك، معناها هو لهيك حاقد عليك. هلأ أنت طبيب رسمي وخلال أسبوع بتستلم شهادتك،
بتوقيع وزير المعارف ورئيس الجامعة وعميد كلية الطب. صحيح، شو أخبار افتكار؟ أهلها عندها، وعلى أساس بس تصحى بينادولي. هلا هو وضعها منيح بس. دكتورة، مريضة بغرفة ماني فارد. تفضل معي دكتورة. تفضل. الله حي الطاووس. عليك الشباب. شو أخبار دكتور أبو زيدي؟ والله ما بعرف، علمي علمكم. وين لهو؟ وين لهو؟ يعني يوم بالخسقانة. أيوه. ليش هيك عم تشفتر علينا؟ هلا هلا، لك شو بدنا نعمل لحتى نعرف شيء؟ لك هلا بنسأل أبو زهدي. شبك أنت انعجقت؟ يلا رايح ابننا، إن شاء الله عند النبي هاللمي. أهلا يا سعد، أهلا. طمنا عمي أبو زهدي، كيف بنتك؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير. الله لطيف بعباده. شو عرفك أنت وياه أنه وبنته ونحن هو؟ والله بالصدفة يا عزبي بيك، جينا لعند الدكتور لانه الحردبه تبع كرمه عم توزم وملتهبه. عمي عمي، بنته لابو زهدي بخير الحمد لله، تيسروا على شغلكم، روح والله معكم. يلا يلا عمي، يلا يلا. بعرفكم دكتورة أنطوانيت، أستاذتي وصاحبة الفضل علي. ولو يا بابا، ما في داعي تعرفنا. الدكتورة أنطوانيت أختنا، ونحن ما بننسى وقفتها معنا يوم المظاهرة والاحتجاج، وهي اللي جبرت إيد بنتي. أيوة، وأنا كمان بعرفكم، ما في داعي تعرفني عليهم. أنتم مو بس أهل العصمت، أنتم كمان أهلي. الله يبارك فيك، بتشرفينا يا بنتي، بتشرفينا. تسلم. أنا بدي فوت شقة على المريضة. أبو زهدي بتحب تجي؟ إيه برو. يلا. تفضل عمي. الله معكم. الله يمرها نص على خير يا ابو النور. يا رب يا رب. شفتنا الدكتور معلم. الحمد لله، حالة افتكار هلأ كتير جيدة. كانت عم تعاني من الصدمة اللي واجهتها، إن شاء الله مع الزمن بتنساها. طيب إمتى بنقدر نطلع على البيت؟ بتقدروا اليوم طلعوا، ما في مشكلة. تاكل عادي طبيعي، وبس بدي أوصف لها دواء واحد مهدئ للأعصاب، رح يسبب لها نعاس، رح تنام كتير، بس لا تقلقوا، هي بخير. كتر خيرك دكتورة، ألف شكر لي. الحمد لله. بالإذن. معافية. الله أبو زهدي لو سمحت شوي. إيه إيه، بيأمري بيأمري. الحمد لله. مريني لو سمعت، رجاء ما حدا يسألها شو صار معها، ولا حدا يسألها عن سبب غيابها، بس لحتى تنسى الحادثة. أمين. حاضر، كتر خيركم. فضلتوا. خير الله عمي. يلا بالإذن. الله معكم، مع السلامة. يلا يا أبي، عمدة على سلامتك يا أبي. جيبي لها شي واحد تلبسها. يلا يلا على البيت يا أبي حبيت. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. بعين الله. هاي الدكتورة، طمنينا يا دكتورة. الحمد لله أمورها بخير، وسمحت لها بالمغادرة. مشكورة يا دكتورة. باركت له الدكتور عصمت. بشو؟ اليوم صار دكتور نظامي، يعني صار بيحق له يفتح عياده. إن شاء الله، ألف مبروك. الله يبارك فيك عمي. شكرا. وراح أبعته يكمل اختصاص بفرنسا. الدكتور عصمت بيستحق إنه يكون دكتور مختص. شكرا. وراح أعمله الاختصاص اللي بده إياه. بستأذن. تفضلي. الله معك. وأنا كمان والله بستأذن. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. الله معك. شو دكتور؟ ما حلك ترجع على البيت؟ والله يا بابا في أسباب خلتني أترك البيت، بس تروح هاي الأسباب فوراً برجع. السبب مشكلة ورشة الذهب وهي سكرتها. إيه، وبيت ستي ما لازم تصالحهم؟ أنا ماني زعلان منهم لحتى صالحهم. أنت ليش لحتى تزعل منهم أصلاً؟ هن ما عملوا لك شيء. بابا، عمك وستك أزوني كتير، بالأخص وقت اللي انتقلوا سكنوا بحارة أبو النور. بابا القصة بسيطة كتير، أعطي عمي حقه من ورثة أبوه، بيرجع كل شيء مثل ما كان. هيك الحق والقانون والشرع بيقول. بابا، أنا طورت الشغل وكبرت الثروة، شلون بدي أعطي النص لعمك؟ أبي هيك ما رح نتفق.
أنا بالنسبة إلي ستي وعمي غالين علي كتير، ما ببل أي حدا بالعالم يظلمهم. وأنا عمك وستك غالين علي كتير، وأنا قلت مبارح واليوم وبكرة بعاملهم نفس معاملتك تماما. بس هذا مو حكي. شلون يعني مو حكي؟ ما عم بفهم عليك، حاسك وكأنك يعني مانك محترمني بنوب. لا لا لا، أنا بحترمك كتير بس ماني متفق معك. لك بني آدم، أنا راح أبعتك على فرنسا مشان تختص. الله بيغنيني بابا، إلا ما يجي اليوم يصير معي مصاري واطلع أختص على حسابي. بالإذن. وراي غزال. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حسان؟ الله يخلينا عمي ياسين. شو وين المعلم أبو حسان؟ والله ماله هون، امرني. لا يأمر عليك ظالم، يعني في إمكانية تستقبلونا زيارة اليوم عندكم المساء؟ والله يا عمي ياسين بدك تأجلها شوي، بتعرف أبي وكباريت الحارة مشغولين شوي، بس اعتبر طلبك مقبول عنا. إيه على راسي، بس مشان يصير كل شيء أصولي ونظامي. حقك عمي ياسين حقك. طيب الله يكرمك، سلم لي على عمي ابو حسان والسلام عليكم. عليكم السلام. عندي مشوار، رح روح اقضيه بسرعه وبرجع فورا. ايوه، ولا ايش الملايلك ابو زينه ورايحه؟ هيك احسن، قلت لحالي اذا حدا شافني ما بيعرفني وبيروح بيفسد علي. ايوه خير ان شاء الله، ميسره حبيبتي، تروحي وترجعي بالسلامه. يلا بخاطرك. الله معك حبيبتي. الله والملائكه تحرسك. إنه أنا بس بدي أفهم شو اللي مو عاجبك باللبس الفرنجي؟ هنائي اللبس العربي أرجع. جربوا يا أخي جربوا، وين المشكلة؟ كأنه هذا الدكتور كثير عم يتقرب من عمك أبو النور. وإمتى بدنا نعمله اللازم؟ إمتى ما بدك هنائي، أنا جاهز، أنت بس أشر. طيب شو رأيك القطاووس اللي له في مريض هيك حالته بالويل ورنته بعيدة، وبس يوصل الدكتور عصمت نتفاهم معه؟ أنا جاهز معلم، أنا بدي بس أشي. إحنا خلينا ناخده لشيء إني ناحي البساتين محل ما أنا بحطه، خلينا يكون كومه وتتفرج عليه. طيب منخاف يكون حدا لاحقه، حدا يقول لأهل الحارة والله ما يصل خبر لعمي أبو النور لينقرب بيتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا رب يا رب. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم. تقبل الله شيخي منا ومنكم صالح الاعمال. شوفوا يا جماعه، انا بدي اتشكركم بالنيابه عن اخي ابو زهدي على الشيء اللي عملتوه معه. ولو يا شيخي هذا واجبنا، بعدين من طول عمرنا واقفين مع رجال حارتنا. يا سيدي كتر خيركم، فضلكم على راسي، ما راح انسى وقفتكم. ولو اخي ابو زهدي، نحن لبعضنا منضل اهل. كفو عزبي بيك كفو. بالنسبة للمحروسة بنتكم اطمن، عندي وإن شاء الله مستقبلها مضمون. انت ليش لابسه ملاي اليوم؟ مع اني ضده كتير للملاي، بس هلا عم بتفيدني، يعني عم بحسن اتحرك من دون ما حدا يعرفني. والله برافو عليكي، كنت خايف ما تجي. شلون ما اجي؟ قديش صار لي ما شفتك؟ يعني والله اشتقت لك كتير. وانا كتير عم اشتاق لك،
بس الله يلعن ابو هالظروف اللي ما عم تخلينا نعرف نشوف بعض. كتر خيره لهالحجر اللي عم يجمعنا. حبيبتي اذا ما زبطت معنا اني انقذك من تقرير الخبره رح اعترف انه انا اللي قتلتهم للفرنسيين. اصحك تعملها عصمت. اذا بتعملها انا بموت حالي. لا شو تموتي حالك، بعيد الشر عنك. هلا هو انا في عندي حل تاني بس ما بعرف اذا بيزبط. اللي يا شو هو؟ بكره بخبرك عليه ان شاء الله. خلص لا تخاف، طالما انا معك لا تخاف ان شاء الله. شو تشربي؟ قهوة. سمير 2 قهوة لو سمحت. بلغوني اجي لعند حضرتك. انا اسمي بوسينة. انت اللي بدنا نكشف على ايدها لحتى نشوف اذا في كسر او رد. والله ما بعرف شو بدكم تعملوا. اعطيني هويتك. شفيني عن وجهك. ما بكشف عن وجهي الا قدام حرمه. طيب يا سحر. نعم دكتور. تاخدي كل بيانات الهوية وخصوصا اسمها الثلاثي، ولا تنسي تكشف لك عن وجهها. حاضر. انا طالع شوف الدكتور انطوانيت والدكتور رفيق. أنا بعتذر إني أكون ضمن لجنة الخبرة. ليش دكتورة؟ قانوناً ما بيصير، لأنه أنا اللي جبرت لها إيدها. بس لازم نكون ثلاثة لأنه الخبرة ثلاثية. أنا بعتذر، اطلبوا حدا غيري. ماشي. سجلتي كل بيانات الهوية؟ نعم. كشفت لك عن وجهها؟ نعم. إذا سمحتي تفضلي على السرير والفحص. إيدك لو سمحتي. ما
ما تخافي ما تخافي. تعيرون انتباهكم شوي. بكوات بعد جولتكم بحارتنا، شو انطباعكم عن الوضع؟ انا شايف انه الوضع متحسن كثير لصالحك عزمي بيك، ومع ذلك لازم نكمل. انا برايي يا جماعه انه نحن لازم نثبت ترشيح عزمي بيك، لانه بهي المرحله ما عندنا حدا اقدر منه يخوض الانتخابات بهي المنطقه. صح صح. اخطر واحد على وضعك عزمي بيك هو ابو النور، مع انه ما له حظ بالانتخابات، بس انا بشوف انه رح يكون السبب الوحيد بخسارتك. بشير بيك، اطمنك رح اعمل قصارى جهدي استميله الى طرفي، ومن هون لتبلش الانتخابات ان شاء الله بكون حيدته عن معركتنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عم عليك لبي لي ايدك لشوف. ما بحسن دكتور. على مهل على رح ساعدك. طيب خدي امسكي هالقلم، ما بها الايد، بالايد هي. ما بحسن دكتور، ايدي عم توجعني. رح نرجع نجبر لك اياها. ما في داعي دكتور. ليش؟ الجبسين كثير عم يزعجني، خلص لفوا لي اياها بشاشه وانا معلقه برقبتي هيك اريح لي. طيب مثل ما بدك، بس لازم تاخدي مضاد وزمه رغم انه فيها كسر ولازم تتجبر. شو ما كان يكون فيها، خلص ما بدي جبرها، الجبسين كثير بضايقني. عمي شو قصتك انت؟ لا عاد رحت جامعة ولا مشفى؟ عمي انا خلصتها. شو يعني خلصت تيتي؟ يعني تيتي ما بقى طالب، انا صرت دكتور رسمي. بك يسعد لي ربك، احلى دكتور بالدنيا. مبروك تقبرني، مبروك، الف الحمد لله يا ربي. لا 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 لا. عمي اسمك صرت فاضي، بتتذكر القصة اللي حكيت لك اياها اللي ناحي المقبرة؟ ايه ايه تذكرت. شو رايك نصير مطلطن انا وياك يعني؟ اي عمي انت رجع الامور مثل ما كانت وبنتناوب انا وياك. ماشي على خير. شو القصه؟ عن شو عم تحكوا؟ ولا شيء يا مو، بس في شغله كان هنيك ناحي المقبره جماعه، كان بدي الحكيم يمروا يشوفوا. ناوليني مكدوسه ديدي. فوتي فوتي الكل ناطرك، فوتي. شو طمنيني؟ كل شي تمام. اي تعي تعي عادي احكي لي من طقطق للسلام عليكم. عملت مثل ما قال لي دكتور عصمت بالحرف. ايه امبارح العصر بعد ما شفت لابو سينا واتفقنا اني يكون محلها، رحت لبيت الخاله ام عزمه، وهني كان دكتور عصمت وكان محضر كل شي. هلا بجوز تحسي شوي بحرقه، اذا توجعتي خبريني. ايه ماشي، ضل بس عتقلك اياها شوي مشان ما تبين جديده.
بكره الصبح قبل ما تروحي على المستشفى بتمرين عندي، بعطيك إبرة تحت الجبصين، بتعمل لك انتفاخ بسيط، ما في شيء خطير بس رح توجعك شوي. ما في مشكلة دكتور. يعني جاهزة؟ جاهزة شو ما كانت النتيجة. برافو عليك. إيه، وآخر شيء قال لي برافو عليكي. المهم، شلون شفتي إيدك وهي مجبصنة؟ يا عليكي، والله زعلت عليكي كثير. بتعرفي أنا يوم واحد ما قدرت أتحملها. ومريتي اليوم الصبح على بيت أم عزمي؟ وأهلك كانوا موافقين؟ هلا بصراحة أبي كان موافق وقال الناس لبعضها، بس أمي يعني نص نص. عادي، قلب الأم ما عليه عتب. المهم احكيلي، رحتي اليوم عبيت خالي أم عزمي؟ إيه، الصبح لبست النقاب ورحت لبيت الخالي أم عزمي، وهني كان دكتور عصمت عم يستناني. تفضلي بنتي، تفضلي، أهلا وسهلا. هلا ليلى، تفضلي ارتاحي. أنا رح أساوي لكم قهوة. شكرا تيتي. هاي الإبرة اللي حكيت لك عنها امبارح احتمال توجعك شوي، بدك تحمليني. هي ما فيها مشكلة دكتور. ساعديني شوي. حاول الدكتور يلمس الورق بتعيطي بأعلى صوت على اساس انه كثير عم تتوجعي. واذا قالوا لك انه بده يبدلوا لك الجبصين لا تقبلي، قولي لهم بس يعلقوا لك اياها بشاشه برقبتك. ماشي؟ حاضر دكتور. ماشي، شكرا كثير. العفو، انا صار لازم امشي. استني، مالك تشربي قهوه؟ يسلم ايديكم كلكم. زبط، الله معك. وكثير تعبني الجبصين، لهيك قلت له لفوا لي اياها بشاشه. يبعث لي حمى عليكي مشان الله ما تواخذيني، خليتك تتوجعي كل هالوقت. بعيد الشر عنك، احنا كم بوسينا عنا. بعدين دكتور عصمت كتير شاطر. كلامك مزبوط، الدكتور عصمت بيتقل بالذهب. انا ما رح احكي عنه شي. اسكتي، بضل ابن هداك. يامو، شو نسياني انه ليلى من حارة الخوخة واليوم فدتني؟ لا مالي نسياني، وحارة الخوخة على راسي، بس قصدي انا هداك الافندي. طولي بالك ام النور، لا تظلمي لعصمت. بعدين كل الناس بتقول عن دكتور عصمت بيشبه جده. ايه والله، جده والنعم منه، كان رجال، رجال عن جد. وعصمت يابي، كيف شفته؟ يابي، شو نسيت انه عصمت قالك تاخذني لعنده او تجيبه لعنا مشان يفك لي الجبصين؟ لا والله يا بنتي مالي نسيان، والله عصمت ما في منه. ونسيت انه تخانق مع ابوه منشان ورشة الذهب وهو اللي سكر له اياها منشان ما ينضرب شغلك؟ لا لا مالي نسيان. الله أعلم، عم يعمل هيك لحتى يتقرب منا ويطلبك. إيه شو عليه؟ يعمل ويساوي، أصلاً بوسينا بتستاهل، ومين في أحسن من عصمت بالحارة ليجي ويخطبها؟ أفكر والله نبعت له خبر للدكتور عصمت يجي يفك لها الجبصين. الله يرضى عليك، وإنتي رايحة على بيتكم مري لعنده للدكتور عصمت قولي له بركي بيجي يفك لها الجبصين. حاضر عمي، بتأمر. يلا بالإذن. إذنك معك. الله معك. خاطركم. الله معك. الله معك. السلام. كيفك يا بنتي؟ مو قلتكم دكتورة ما حدا يسألني؟ منعتذر منك أمي ومنك السماء، بس بدك تقومي تاكلي الله يرضى عليكي. ما بدي أكل. يا أمي ما بيصير هيك، بدك تسندي طول ترجع عافيتك الله يرضى عليكي. تركوني لحالي. افتكار، انت بتعرفي غلاوتك عندي. لك ابي، انا شو بدي من هالدنيا غير اني شوفك مرتاحة ومبسوطة؟ انا منيحة بس لا تسألوني. حبيبتي انا مالي عم اسألك، انا عم اطلب منك انك تبتسمي، والحياة ما بتخلص اذا الواحد تعرض لنكسة. طيب انا بزماني تعرضت لمشاكل ومصائب كتيرة لك بنتي، ولكني والحمد لله واقف على رجلي وما حدا قدي.
حبيبتي انت بتسمي ونحن نسينا كل شي صار، ولازم ترجعي لحياتك الطبيعية ان شاء الله. يلا بنتي رح نتركك ترتاحي، بتمنى عليك انك تاكلي وتغذي بدنك شوي، اطلعي لي من الاوضه بقى، حاجه حابسه حالك بين اربع حيطان، اطلعي شوفي الدنيا لك بنتي، اطلعي شوفي الدنيا. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. لا تمسكي يدك بعد، لا تمسكي. هي ابن الحرام دمر لي حياتي، ما بقى بقدر اتجوز، هذا اذا ما حبلت وقت المصيبة بتكمل. يا ربي شو بدي اعمل؟ ادخل. ما هي نتيجة الخبرة؟ لا يوجد شمع على يد الفتاة، ولكن يدها متورمة ومنتفخة. أنا لا أهتم إن كانت يدها منتفخة أو متورمة، أهتم إن كان هناك شامة كبيرة على يدها. لا أبدا، ليس هناك أي شامة. صحيح. أمر غريب، هناك شيء يحدث لا أستطيع أن أفهمه. السلام عليكم. شرف، يا اهلا وسهلا. شرف، مرحبا. اهلين دكتور، مبروك التخرج. الله يبارك في عمرك. والله بتستاهل يا دكتور. الله يخلينا اياك يا عمي. شرف، ارتاح. شرف، تفضل تفضل. الله. والله يا عمي ابو النور، احنا استفدنا من القرار الفرنسي باجراء الخبره. كيف يعني هيك؟ يعني كنا محروجين انه يتركونا انا والدكتوره انطوانيت نفك الجبصين، ويكون في حدا من الفرنسيين اللي حافظين وش على ابو سينا. يعني رب ضارة نافعة. تماما. شو جاهز نفك الجبصين؟ ايه، بس ان شاء الله ما يكون فيها وجع. ابدا ابدا، بس رح انشره وقصه، لا تخافي. ايدك لو سمحتي. أصل عاش العمر طيب ودفى، همزة وصل بين المحبة والوفاء. الأصل
عاش العمر طيب وكفى همزة الوصل بين المحبة والوفا. غالي الشرف غالي بنموت كرماله سقف الوفا عالي بعده على الشهم ما بينشر بمال الدنيا وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني